قد يغلق عليك باب الرزق، تسعى بدون فائدة، كلما طرقت بابا أغلق، تقع في حيرة. في مثل هذه الحالة ينبغي أن تؤمن أن الله إذا شاء وإذا رضي عنك وإذا تصالحت مع الله يفتح لك الأبواب المغلقة، ييسر لك الأمور، يوفقك في جميع الأمور، يشرح صدرك للخير، يوفقك الله للحلول الصحيحة للمشاكل التي تعترضك. ولكن فضلا قبل أن نبدأ عليك الاشتراك بالقناة إن لم تكن مشتركا وتفعيل الجرس تدعيما للقناة وكي لا يفوتك أي من فيديوهاتنا الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اتصلت بي متابعة من متابعات القناة من فترة وقالت لي: لقد وصل بي الحال إلى إحباط لم أشعر به من قبل، ولم أرى إحباط مثل هذا الإحباط من قبل. وضع مادي صعب لأن جميع أموري توقفت بدون حل، جميع الأبواب سدت في وجهي، حالتي النفسية أصبحت سيئة جدا، وساء بي الحال حتى أصبحت غير قادرة على التفكير في أي حل لأني طرقت جميع الأبواب دون جدوى. باءت جميع محاولاتي بالفشل. وفي هذا الوقت تعرفت من النت على قناتك، وبحثت عن رقم تليفونك، وكلمتك، وحكيت معاك، وشرحت لك حالتي بالضبط، وقلت لك أن حالتي أصبحت ميؤوس منها، لأن جميع الأبواب أغلقت في وجهي، لا أعرف كيف أتصرف، مفيش شغل، مفيش فلوس، وأصبحت حالتي المادية صعبة ولا أعرف ماذا أفعل. قلت لي: سوف أنصحك نصيحة أنصحها كثيرا للآخرين من هم كانوا في مثل حالك، ولكن تغير بهم الحال إلى الأفضل بكثير، وسوف تستغربين لحالهم الآن. فهناك فرق شاسع بين حالهم قبل تنفيذ النصيحة وبعد ما نفذوا هذه النصيحة الغالية، فقد تغير حالهم إلى الأفضل بمراحل. فقلت لك: ما هي هذه النصيحة التي بدلت الأحوال إلى هذا الحد الذي توصفه؟ فقلت لي: النصيحة هي التوكل على الله في كل شيء. قلت لي: لا تفعلي شيء بدون التوكل على الله حق توكله، يعني تكوني متوكلة على الله بقلبك ومؤمنة بهذا التوكل، وتكوني متأكدة تماما بأن الله هو وكيلك. واتفقنا على أن أتوكل على الله سبحانه وتعالى من هذه اللحظة، واقتنعت تماما أنه لا يوجد حل أفضل من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وانتهت المكالمة بيننا وأنا قد ولدت من جديد، وبدأت تدب في روح جديدة لم أشعر بها من قبل، وشعرت بالأمل عاد لي مرة أخرى، وشعرت بالأمان والاطمئنان مع الله سبحانه وتعالى. وبدأت مرة أخرى أبحث عن عمل، وأنا متأكدة أني سأجد عمل لأني متوكلة على الله سبحانه وتعالى. وبحثت كثيراً ولم يصل اليأس إلى قلبي لحظة، فكنت أقول لنفسي أن الله سوف يوفقني لأني متوكلة عليه، وأنا مؤمنة بهذا التوكل تماما. وفي مرة من المرات قال لي صاحب العمل: لسنا بحاجة إلى سكرتيرة، ولكننا بحاجة إلى من تقدم الشاي والقهوة، وهذه وظيفة لا تليق بمثلك. فقلت له: أنا أوافق أن أعمل هذه الوظيفة، فالعمل شرف لا يعيبه شيء. فوافقت على الوظيفة وشكرت الله وصليت ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى، وكنت أتفانى في عملي بضمير وأقول أن هذا العمل من عند الله، ويجب أن أتقن عملي حفاظا على توكلي على الله. وعاهدت ربي أني سوف أبذل كل جهدي لكي أعمل بضمير،
وكانت في هذه الفترة السكرتيرة تتأخر ساعة في الصباح، فعلمتني أن أستقبل الفاكسات وأرسلها، وعلمتني بعض الأعمال الأخرى، وكنت أتطوع وأعمل معها لكي أتعلم منها، وكانت هي تعلمني كل كبيرة وصغيرة في العمل. وفي يوم من الأيام قالت السكرتيرة لصاحب العمل أنها سوف تترك العمل لأنها سوف تسافر مع زوجها خارج البلاد. وكانت هذه مفاجأة لصاحب العمل، فقالت له السكرتيرة أنني ممكن أن أقوم مكانها بالعمل، وشكرت في عملي وقالت أنني أفهم الكثير عن العمل. وبالفعل أخذت مكان السكرتيرة، وكانت المفاجأة لي، فقد تحسن راتبي جدا وتحسن وضعي الوظيفي في العمل، كل هذا بفضل التوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، وبفضل الأخذ بالأسباب، لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى يرتبط ارتباطا وثيقا بالأخذ بالأسباب. فالتوكل الصحيح ينبغي أن يكون صاحبه قد أخذ بالأسباب، فالتوكل يكون بالقلب ولا ينبغي أن ينحصر على القلب فقط، بل يجب أن يظهر على الجوارح، وذلك عن طريق الأخذ بالأسباب، وإلا تحول الأمر إلى التواكل بدلا من التوكل. وأنا أقول لكم عليكم أن تتخذوا الأسباب وإن كانت ضعيفة في نفسها. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أيوب عليه السلام أن يضرب الأرض برجله بعد أن دعا لمرضه. وهل ضربة الأرض منبعة للماء؟ لا طبعا، ولكن الله يريد أن يعلمنا أنه لابد من اتخاذ السبب ولو كان ضعيفا. فالأمر أمر الله، والكون كون الله، ولكن لابد من فعل الأسباب، كما فعلت السيدة مريم في هزها لجذع النخلة. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة، والفاقة هي الفقر والحاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ونحن نعرف جميعا أن الله قد فرض على عباده التوكل، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا دليل على أن صحة الإسلام والإيمان متوقفة على التوكل، فالتوكل على غير الله يعد شركا، وقد جمع الله في الآيات القرآنية بين التوكل والعبادة، والتوكل والإيمان، والتوكل والإسلام، والتوكل والتقوى، والتوكل والهداية، وذلك حتى يؤكد لعباده أن التوكل على الله هو أصل مراتب العبادة في جميع مراحلها، وأن التوكل هو ساق العبادات جميعها، فلا تقوم إلا به. وللمؤمن المتوكل على الله جزاء عظيما، بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. وأنا أقول لكم: توكلوا على الله حق توكله، فسوف يرزقكم الله من حيث لا تحتسبوا. وأخيرا، إذا أعجبكم الفيديو فعليكم الاشتراك بالقناة إن لم تكونوا مشتركين، وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، وكي لا يفوتكم أي من فيديوهاتنا الجديدة. ولكم مني ألف تحية وألف سلام في سر جديد من أسرار القرآن العظيم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.